لليوم الثاني على التوالي تتواصل بمدينة بشا أعمال القافلة الطبية المصرية الأزهرية والتي أتت بمبادرة من مؤسسة القلب الكبير. تفاصيل سير عمل القافلة نستعرضه في تقرير الزميل الحبيب حامد محمد. تتواصل القافلة الطبية المصرية الأزهرية التابعة لمؤسسة القلب الكبير في مدينة أبشة ليومها الرابع، لتصل اليوم إلى أكثر من 80 عملية جراحية للعيون وأكثر من 40 عملية جراحية للغدد الدرقية والعمليات الجراحية الأخرى والعمليات الطفيفة. ورغم أن الأطباء المصريين والتشاديين لم يتركوا شاردة ولا واردة، إلا أن هناك جنود من أعضاء مؤسسة القلب الكبيرة يعملون بجهد ويؤدون واجبهم وراء الكواليس، توجيه المرضى وتقديم المشروبات والعصائر للأطباء. وهناك من أعضاء مؤسسة القلب الكبير أطباء يعملون جنبا إلى جنب مع الأطباء المصريين، والغرض هو رفع شعار مؤسسة القلب الكبير تعاون من أجل رفاهية الأسرة والتنمية المستدامة. الدكتور محمد صالح طبيب عمومي عضو في مؤسسة القلب الكبير ورافق القافلة الطبية المصرية المتواجدة في مدينة أبشة. نشكر الفريق الإعلامي المرافق للقافلة الطبية التابعة لمؤسسة القلب الكبير. بحمد لله من أمس المساء يعني قدرنا نعمل حوالي 25 عملية جراحية في قسم الجراحة، خاصة في غرفة العمليات. هذه 25 عملية يعني بمختلف أنواعها، هناك عمليات بتاعة الفتاك أو الهيرني، عمليات بتاعة الغدة الدرقية، وعمليات بتاعة اللابروتومي أو استكشاف البطن. يعني هذه أنواع أو أشكال من العمليات الجراحية اتعملت أمس، من أمس المساء لغاية الساعة 12 أو 1 بالليل. قسم العيون هناك حوالي 73 عملية جراحية تم إجراؤها أمس، ونحن يعني نتوقع أنه هذا اليوم هيكون العدد أكبر من يوم أمس إن شاء الله. في مؤسسة القلب الكبير يعني دورنا هو يعني نساعد أطباء زملائنا المصريين، الأطباء المصريين والجراحين يعني في تشخيص بعض الأمراض وتوجيه بعض المرضى، وحتى مساعدتهم في داخل غرف العمليات. يعني هناك عمليات تحتاج إلى وجود الطاقم الطبي التشادي. يعني صحيح أنه الطب هو كله واحد، لكن في بعض العمليات لا بد من وجود الطاقم الطبي التشادي كمساعد للفريق الطبي المصري. المرضى قدموا إلى مدينة أبشة من جميع القرى المتاخمة لها، منهم من يسهر الليل فيها ومنهم من لم يجد له أقارب. وهذه المشكلة أيضا كانت من اهتمامات مؤسسة القلب الكبير، إيواء مرافقي المرضى وتقديم الطعام لهم، حيث خصصت مؤسسة القلب الكبير مطبخا يصنع الطعام للمرضى ومرافقهم، ويقوم بصناعة الطعام نساء من متبرعات من مدينة أبشة. السيدة فاليري كوملا مسؤولة المالية والدعم في مؤسسة القلب الكبير تحدثنا عن دور مؤسسة القلب الكبير في مشاركة المرضى وأهاليهم. فونداسيون تورتشي بجاهدك تعاونهم للناس المرضين وارين جايين من مكان البرة، من بتكين، من إريبا، من أمجرس، من أتيوكلوفي، وارين في أبشة بنوم هنا. الفونداسيون أي مفجر تدب بقراي واحد وتنتم ساكنة أنا خلا وأنا ريس وسكر نسولهم خدا وساعة أربعة ده ونسولهم مديدة بورك أشياء وارين النايمين هين دما بنوم جايين، والدكتورات كلهم نفكر فوقهم في خدام ونفكر في الميم بروبليم عندنا انا اورينتاسيون كل نلوم اي ما اشي نشوفوا شو خل ما يكون شنو يا مش هديين فوقك ونقولوا كي الله كي يعاوننا للمساكن ده كنقدر نحلهم لهم مشاكلهم شويه شا. لكل شيء ميزان ومتابعه وتاهيل. من وراء كواليس القافله هنالك من يعملون في المتابعه والتقييم. السيده مريم عبد القادر كوشي مسؤوله المتابعه والتقييم في مؤسسه القلب الكبير تحدثنا عن نشاطها. من اللانسيما يعني كان نتابع النشاطات، وانا على حسب رول هكيدا نشوف الاكتيفيتي سور لو تيران جوستمون سي بور سا جو سوي لا. و يعني من ثلاثة يوم ده كان شفا ماشي على ما يرام، ونتمنى انه نخلصه في احسن توجيه. وحتى هذه اللحظة والتي شارفت على انتهاء اليوم الرابع للقافلة الطبية في مدينة أبشة، هنالك 200 عملية جراحية تم إجراؤها لمختلف الأمراض، والكشف والتحاليل والموجات الصوتية جارية على قدم وساق، والمرضى يتدفقون إلى المستشفى الإقليمي لمدينة أبشة من كل مكان. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة القلب الكبير عبر جامعة الأزهر قد أرسلت أدوية ومعدات أخرى في طريقها إلى مدينة أبشة لتفي بالقرض المطلوب.
عفوا كان هذا اليوم الرابع وليس الثاني كما أسلفت آنفا. السيدات والسادة، نصل إلى نهاية النشرة قدمناها من الفضائية التشادية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. إلى أن ألقاكم تقبلوا تحياتي والفريق العامل. طابت أوقاتكم، تصبحون على ألف خير.